ضيفنا في البداية الدكتور محمد العسمي، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية في المستشفى الأوروبي العربي في الشارقة. سنسلط الضوء على الصيام وأيضا أمراض القلب وارتفاع الضغط الكوليسترول، هذه الأمراض المزمنة، الأمراض الصامتة سريريا، مع ضيفنا إذن الدكتور محمد العسمي. وفي الساعة الواحدة والنصف الدكتور خلدون الجابي، بورد أمريكي في جراحة التجميل في مركز أرت أوف بيوتي في دبي، أيضا لتسليط الضوء على بعض المشاكل الصحية التجميلية بشكل أساسي مثل الهالات السوداء تحت العين. طبعا هناك يوم أمس بعض الأشخاص اللي سألوا عن هذا الموضوع وحبينا اليوم نجاوبهم من خلال الدكتور خلدون الجابي، بورد أمريكي في جراحة التجميل في مركز أرت أوف بيوتي في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. وأيضا نرحب بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. في البداية تقبلوا تحيات زميلي في التنسيق والإخراج نمر محمد عابدة ومحدثكم الدكتور بسام درويش في الإعداد والتقديم. إذن ضيفنا الدكتور محمد العسمي، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. بخير إن شاء الله. يا مرحبا. يوم أمس طبعا دكتور وصلتني رسالة عبر الواتساب، طبعا الواتساب هو 0526299997 لمن يرغب بإرسال تقارير ومعلومات مفصلة. كان السؤال من أحد الأبناء يقول أن الوالد عامل قسطرة قلبية وعمل تحاليل ويأخذ دواء للكوليسترول، هي من معروفة طبعا الأسماء مختلفة للكوليسترول، ستاتينات بعيار 20 ميلي جرام، ويسأل هل يأخذ يوميا الدواء أم كل يومين. طبعا التحليل التوتال اللي هو الكوليسترول كلي 4.33، ال HDL 1.13 دكتور، ال LDL مرتفع هو 3.04. تماما. طبعا أول شيء بالنسبة للدواء، السؤال مباشر، دواء الكوليسترول يجب أن يؤخذ كل يوم. ممكن تنقص الجرعة، يفضل أنه عدم، مو كويس أنه يتخذ يوم يوم لا أو كل يومين، وكذا عدم الانتظام مو منيح لأنه له تأثيره الآني. بيأثر كل يوم، اليوم اللي ما بناخده فيه طبعا بيرتفع الكوليسترول، اليوم بناخد فيه الجرعة عالية بينزل كثير الكوليسترول، فبيصير فيه اضطراب حقيقة، حتى الجسم بيتخربط بالتعامل معه. فالأفضل أنه ياخد إذا كان عم ينزل كثير الكوليسترول أنه ياخد الجرعة مخفضة، ولكن ياخدها يوميا، الانتظام يوميا على الأدوية الكوليسترول أو غير أدوية. في قليل من الأدوية اللي نعطيها أنه من مثلا يوم أو يومين بالأسبوع ما نعطيها فيهم عشان نخفف الحمل وما يصير فيه تأثيرات جانبية من الجرعة العالية، هي الأدوية اللي بطيئة الإطراح من الجسم ممكن أنه نعطيها بالشكل، ولكن أدوية الكوليسترول لازم تأخذ يوميا. الشغلة الثانية، الآن يتم التركيز الآن بالهيئات الطبية، يعني آخر ما حرر عدة شغلات مشان الكوليسترول، أنه أولا أهم شيء بالكوليسترولات كله هو الكوليسترول السيء، الآن هو اللي بنعطيه الأولوية بالمعالجة. التقى أنه حتى الكوليسترول الجيد إذا كان قليل شوي ما بيأثر. المهم أن الكوليسترول السيء هو له الأولوية، بعدين إذا كان مو متوفر المعايرة فيه، طبعا هو متوفر هلأ بكل العالم، بننظر إلى الكوليسترول الكلي. فعند المريض هون الكوليسترول السيء مرتفع، ولذلك لازم يتعالج، لازم يأخذ الدواء بشكل مناسب. عادة المريض إذا أول مرة نشوفه بنحطه على الحمية لمدة شهر، يعني شهر لشهر ونص، ونشوف إذا نزل الكوليسترول. السبب إنه الكوليسترول له مصدرين، مصدر من الطعام ومصدر داخلي الجسم بيصنعه أو بيكون إحراقه بطيء، طرحه بطيء. فمشان نعرف نحن أيهما، بنخلي المريض لحمل لمدة شهر شهر ونص، نرجع من أدوية. فإذا كان من مصدر خارجي طبعا بينزل الكوليسترول، إذا كان من مصدر داخلي بده يأخذ الدواء على طول، مثل كأنه عم يعالج السكري أو الضغط أو غيره. فلازم يأخذ الدواء إذا كان من مصدر داخلي. في نقطة كمان مهمة دكتور، يعني بالنسبة للأشخاص اللي عاملين قسطرة قلبية، وطبعا إذا كان لديهم أيضا مشاكل يعني في الشرايين، فلابد أن يكون هناك أدوية مميعة للدم يأخذونها لفترة زمنية، خصوصا إذا كان عندهم نوبة قلبية أو تعرضوا لنوبة قلبية. صحيح. هلأ مثلا إذا تعرض الأسبرين لازم يكون مدى الحياة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. أول شغلة، يعني أي مريض قلبي لازم يأخذ الأسبرين على طول، وحتى الناس
طبعا يستعمل في الوقاية للناس بعد 50 سنة من العمر للرجال أو 60 سنة للسيدات، ممكن نستعمله كوقاية بدئية. الأسبرين بنزل الجلطات بنسبة 40%، يعني حالتين من كل 5 حالات، كويس كتير. هلأ لازم يستعملوه على طول. المميه الثاني مميه كلوبيدو جريل، اسمه بلافيكس او غيره بالسوق. الكلوبيدو جريل معروف بلافيكس، اشهر واحد او اول واحد طلع. هذا مميه بيشتغل عن طريق ثاني غير الاسبرين، غير الطريق اللي بيشتغل عنه الاسبرين، وعاده بينعطى بعد توسيع الشرايين او تركيب دعامات. نعم. بعد التعرض لجلطه قلبيه، بعد التعرض لخناق صدر غير مستقر او المتلازم الإكليلية الحادة، عادة يؤخذ سنة لمدة سنة بعد هذه الحالات، ناخذ لمدة سنة بالإضافة للأسبرين، يعني بناخذ دوين سواء. في بعض المرضى بيتخربط يقول لك هذا مميع وهذا مميع، لا، لازمنا النوعين من التمييع، لأنه وجدت دراسات قبل نزول هذا المميع إلى السوق كان على الأسبرين فقط، فكان يصير نسبة من الجلطات تتكرر الجلطة مرة ثانية، أو الدعامة ترجع تسكر مرة تانية، الشريان بعد التوسيع ترجع يسكر مرة تانية، ولكن وجدوا أنه إضافة الدواءات قلل كتير من نسبة الاختلاطات هاي، فصار ينصح دائما أنه بعد التوسيع ياخدوا. طبعا في أحيانا في بعض الشبكات، أنواع جديدة من الشبكات، نحتاج ناخد المميع الثاني هذا الإضافي لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر، ولكن معظم الهيئات الطبية تنصح أنه نعطيه لمدة سنة. بعض الهيئات الطبية، بعض المدارس الطبية بتقول لك خلي عليه مدى الحياة، ولكن المعظم الاتفاق العام أنه لازم يتاخذ سنة بعد تعرض لجلطة أو بعد التعرض لعملية توسيع بالبالون وتركيب دعامة. نعم. طيب، من الأسئلة، هل الرياضة دائما، طبعا هذا السؤال يتكرر لكن أيضا نجيب عليه، هل الرياضة قبل الفطور جيدة أم لا؟ طبعا الرياضة وين ما كانت كويسة إلا بعد الفطور مباشرة، ولكن قبل الإفطار بتساعد على ربما على الاحتراق أكثر، على صرف الحريرات الكالوري أكثر. نعم. فممكن تساعد تماما ويساويها الواحد قبل الإفطار مباشرة. هذا إذا كان طبعا دكتور، نعم طبعا هذا عفوا دكتور، إذا كان الشخص يعني ما عنده يعني مشاكل هبوط. نعم. نعم طبيعي. أيوة. نعم. مريض القلبي طبعا فيه له غير ترتيب. أكيد. مريض السكري أيضا نفس الشيء طبعا. نتمنى دائما طبعا فيما يتعلق بالأدوية، وكان البداية طبعا بسؤال الدكتور محمد العسمي عن الأدوية، هل يجوز مثلا تغيير الدواء أو يعني إيقاف الدواء أو تناوله مثلا كل يومين بدل يوم بالنسبة للكوليسترول. دائما النصيحة يعني مراجعة الطبيب، الطبيب هو من يقوم بتقييم الحالة مرة ثانية، وأيضا مثل ما ذكر الدكتور محمد العسمي يقوم أيضا بتخفيض الكمية إذا كان هناك داعي لذلك، يعني توضيح أيضا نظام الغذاء المناسب. سؤال إذا بتجاوب عليه دكتور يتعلق طبعا بتخفيض الوزن، دكتور بسام، ما رأيك بالكبسولات الوردية التي تعمل عمل البالون لتخفيض الوزن؟ طبعا تخفيض الوزن مرغوب، وهذه أحد الطرق الجديدة أنه بيضعوا بالون. ألو. أي نعم تفضل دكتور. بيضعوا بالون، يضع بالون ضمن المعدة وينفخ ويترك لفترة، وهي نوع من غالبا المرضى أو كثير من الناس بيصير عندهم تمدد بالمعدة، الأكل الطعام بيصيروا شوي شوي يأكلوا كميات زائدة مما يؤدي إلى تمدد المعدة، شعور الشبع بيصير قليل. نعم. بيقل الشعور بالشبع، بيصير يأخذ كثير الشخص، وبالتالي بيزيد وزنه. ما حدا بيزيد وزنه من الهواء، كله من الطعام، من الطعام ومن قلة الحركة. نعم. إضافة طبعاً تناول الأطعمة الدسمة. نعم. طبعاً الطعام، وما في حرق للحريرات اللي أخذ الواحد، وهي قلة الرياضة مثل ما تفضلت قلة الحركة. فبس يعني الناس يقول لك والله ما باكل بسم الله، هذا أمر تاني من البحث. بس فالطرق، في عدة طرق بتساعد، وهي هلا لما تحط أنت الكرة داخل بالون داخل المعدة وتعبى سوائل، فبصير كأنه المريض آكل وبتصغر حجم المعدة، شعور بالشبع. نعم. كمية قليلة من الطعام، كمية قليلة، فبصير. نعم. مع الأيام. نعم طبعا هناك طبعا واحد عليها. أيوة. نعم. تماما، وبينزل وزنه. نعم هناك طرق مختلفة للتخلص من الوزن، دوائية وجراحية وغير ذلك، وأيضا نظام الغذائي لكل شخص حال، يعني وسيلة قد تناسب ولا تناسب الشخص الآخر. دائما نقول لابد من مراجعة الطبيب، الطبيب هو يقوم بتقييم الحالة ومن ثم وصف الخطة العلاجية المناسبة، سواء كانت دوائية أو غير دوائية أو حتى جراحية أو حتى بالطرق الأخرى المختلفة. إذن بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور محمد العسمي، استشاري أمراض القلب والقصر القلبية بالمستشفى الأوروبي العربي في الشارقة. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا من الأسئلة، طبعا السؤال فيك تجاوب فيك ما تجاوب حسب يعني رأيك دكتور، لأنه في أسئلة طبعا
العلاقة بالتغذية أو ما شابه ذلك. من الأسئلة، هل الشاي الأخضر يقضي على الدهون فعلا؟ ما في بصراحة، ما في. لربما الأغذية بشكل عام بتساعد ولكنها ليست علاجية. نعم. يعني بس داني أضرب لك مثال، أنه مثلا التوم، الفكرة الشائعة أنه بينزل الضغط، بس لازم تأخذ 750 جرام توم ليعادلوا حبة ضغط مثلا 5 ميلي جرام. نعم. تنزل الضغط. نعم. لازم تأخذ كيلين ورق صفصاف يعادل حبة أسبرين. فالأغذية هي بتساعد أنه هي أفضل ولكنها ليست علاجية، يعني ما نستطيع. فحتى الشاي الأخضر أو غيره من الشاي الأحمر أو كذا، أو بعض الأغذية اللي بتنزل الدهون ولكنها ليست علاجية، هي بتساعد أنه يعني ما يتراكم الدهون أو ما يزيد الدهون أو كذا، ولكنها الحقيقة ما نستطيع نستخدمها كعلاج. طيب ممكن اخذه بس مو بقصد انه بده ينزل الدهون وبده يترك الحب تبع الكوليسترول الشحوم اللي بينزل الدهون. هي جمله عوامل حقيقه تتضافر مع بعضها يعني لتحقيق الهدف الاساسي. يعني اذا كنا نتكلم عن الكوليسترول، منها الاطعمه الدسمه، من الاكثار من الحركه، طبعا تقليل الاطعمه الدسمه، اكثار من ايضا الاطعمه اللي فيها الياف يعني كخضار وفواكه وحبوب وغيرها. من الاسئله ايضا دكتور، ما هي خطوره نغزات القلب للانسان العادي؟ خطورة نغزات القلب؟ نعم. الخطورة نعم. الشعور بنغزة في القلب هو نوع من أنواع آلام الصدر. آلام الصدر عادة بدل على تضيق في الشرايين الإكليلية أو تشنج في الشرايين الإكليلية التي تغذي القلب. فالنغزات اللي نخاف منها أنه تكون هي عرض لمرض قلبي. نعم. طبعا عادة بيكون ألم، بس مشان نفرق، ألم الصدر القلبي المنشأ بيكون منتشر خلف القصة، بينتشر إلى العنق أو بينتشر إلى الكتف إلى الذراع اليسار. النغزة يعني إذا أشرت إليها بأصبعك وتأشر لمكان النغزة بأصبعك، عادة هدول ما لهم علاقة بالقلب بشكل عام. هذا الشيء اللي بيتعلموه طلاب، تعلمناه بالمدارس الطبية، إنه النغزة المشار إليها الموضعية اللي بمكان، عادة تكون عضلية عصبية، نخزات عضلية عصبية. معروف هناك جملة من الأعصاب ضمن الصدر، سواء مصدرها من العمود الرقبي أو بتكون ماشية بين الأضلاع، فهي انضغاط العصب بأي مكان ممكن يعمل النغزة الصدرية. ممكن تكون من الهيكل العظمي للعظام، ممكن تكون من الغضروف. فبتكون عادة النغزات هي بتكون عادة شيء غير قلبي في معظم الحالات، لكن ما بيمنع أنه إذا كان شخص عنده كوليسترول وشحوم ومدخن وسكري، انه يستقصي نفسه، ممكن تكون عرض غير نموذجي، ممكن احيانا، بس هي حالات قليله جدا تكون فيها انه ممكن تكون القلب ولكن غير نموذجي. وعاده عند الناس اللي عندهم عوامل خطوره قلبيه كبيره مثل اللي ذكرناهم، الضغط السكري، التدخين، وارتفاع الكوليسترول والشحوم. نعم. الاسئله ايضا، حاول طبعا الوقت قصير، هناك عدد من الاسئله. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أكل الدواء يعني تناول الدواء في وقته أو في أي وقت؟ الدواء عادة كل دواء له مدة بيطلع فيها من الجسم. نعم. الدواء لما ناخده بيتم امتصاصه، بعد ساعة أو ساعتين ببلش يرتفع، بصير بالمستوى المؤثر وبيستمر لساعات وبينزل. بيختلف الأدوية، في أدوية بتطلع من الجسم خلال مثلا 4 إلى 6 ساعات، فهي لازم ناخدها 3 مرات باليوم. في أدوية بتطلع مثلا كل 12 ساعة بناخدها مرتين باليوم. في أدوية مرة، فبناخدها مرة كل يوم، يعني خلال 24 ساعة بتضل مفعولة 24 ساعة، فبناخدها مرة باليوم. نعم. يفضل طبعا أخذ الدواء بنفس الوقت. نعم. إذا نسينا ناخده إمتى ما تذكرنا، ولكن يفضل عادة الانتظام في أخذ الدواء مشان يدخل الدواء يطلع يأثر، بيكون نزلت مستوياته. ممكن يضل المريض لفترة بدون الدواء، يعني إذا تأخر بأخذ الدواء ونسيه أو أخذ يعني في أدوية تأخذ طبعا قبل الطعام، في أدوية مع الطعام، في أدوية بعد الطعام طبعا بوقت محدد. دائما يعني الالتزام بإرشادات الطبيب في حول هذا الموضوع، لأنه مثل ما ذكرت حتى ما يختلف تأثيرات الدواء أو تأثير الدواء ما يعني يأثر أو يتأثر، وبالتالي تقل الفاعلية. بالنسبة للطعام طبعا معروف أنه الأدوية ليش قبل الطعام وبعد الطعام. نعم. هناك بعض الأدوية التي يضعف امتصاصها لما نأخذها مع الطعام، مثل مضادات الالتهابات. نعم. الانتيبايوتكس. فهي منفضل دائما أنه يكون المعدة فاضية، نأخذها قبل الطعام. إذا نسي المريض وأكل يفضل أنه نتأخر ونأخذها بعد ساعة تكون المعدة فاضية شوي، لأنه بينزل مفعول الدواء حوالي لحد 30% ممكن تنزل. نعم. مفعول الأدوية اللي مع الطعام، بعض الأدوية فمنفضل أنه نأخذها. بس في أدوية
ما بتتأثر بالطعام فناخذها مع الطعام. وفي أدوية بينصح الطبيب إنه ياخذها بعد الطعام مشان المعدة مثلا، مشان حماية المعدة، مشان في بعض الأدوية مخرش، فبينصح إنه ياخذها بعد. لذلك لازم ينتزم المريض بأخذ الدواء بوقته المعين مشان حتى يستفاد من الدواء. نعم يعني تماما. طيب هناك أيضا سؤال، السلام عليكم، هناك بعض البعض يأكل بشراهة لكن لا يزيد الوزن لديهم، فما السبب؟ صحيح. هلا في نحن لما ناخذ الطعام لنفترض في 100% فائده طاقه، فلما ناخذه في امتصاص اول شيء للمواد تبع المحتويات ضمن الطعام، ففي ناس عندهم الامتصاص عالي بسبب انه الجمله الانزيميه بتكون ضمن الهضم فعاله او نشيطه اليه الامتصاص، وفي ناس بتكون الامعاء طويله عندهم خلقه بتكون يعني أطول من الناس الآخرين، فبيتم الامتصاص عبر الأمعاء. نعم. فلذلك في ناس بيزيد عندهم، وفي ناس العكس بتكون الجملة قليلة يعني قليلة فعالية ما بيصير امتصاص الطعام، لذلك بياخذ الطعام وبينزل معظمه كمواد أولية. نعم. فهذول الناس عادة، وهذا موضوع يمكن يكون له سبب وراثي أحيانا. نعم. أيضا بعجالة دكتور، هل صحيح ما يقال لأنه غير صحيح تناول الأدوية مع بعض تباعا ويجب ترك فترة ما بين الحبة والأخرى؟ هناك دائما في تداخل بين الأدوية، في أدوية ما تتداخل مع بعض ممكن أخذها مع بعضها وممكن لا. هلأ صار في برامج حتى الشخص نفسه ممكن يكتب إنه الدوائين هذول عم بأخذهم في تداخل دوائي أو لا، إذا طبيبه ما نبهه أو أحيانا للعجلة ما إنه الطبيب يكتب له، عادة لما يكتب الوصف الطبيب يخلي يعرف شو الأدوية اللي بتتاخذ، بيقول له هذا قبل هذا بعد هذا الصبح هذا المساء، عادة الطبيب يقوم بواجبه. احيانا ما بيصير، صار في برامج للتداخلات الدوائيه ممكن نحط الواحد اسم الدوائين ونشوف انه هدول فيهم شيء مشاكل ولا لا. نعم. وفي حتى تداخل ما بين الادويه والاغذيه، يعني يا ريت نفرد لها يعني في يوم من الايام، لانه مهمه جدا، منها الجريب فروت اللي كثير ناس طبعا بيشربوه او بيتناولوه بشكل يومي لاعتقادهم بانه يحرق الدهون او يساعد على تخفيض الوزن، لكن هذه الفاكهه حقيقه تتداخل مع عدد كبير من الادويه، وفي بعضها قد تكون لا سمح الله قاتل يعني في مخاطر كبيره. اي في المميعات مثل الورفرين مثلا، لما ياكل الواحد خس او سبانخ كذا بتخفف احيانا، بعض الادويه الحاويه على الفيتامين ك بتخفف من فعاله، فما صحيح بعض الادويه بتتداخل مع الاطعمه بتتداخل الجينكا ايضا، عشبه الجينكا وغيرها طبعا. طيب. ان شاء الله بنسلط الضوء على. نعم. طيب نختم برساله، طبعا هناك اسئله يعني كثيره لكن الوقت تقريبا انتهى، لكن السؤال الاخير، ما هي ابرز العادات التي تؤثر بشكل سلبي على صحه القلب عند الشباب؟ طبعا اكل الدسم دون الفاست فود عند الشباب صار شائع جدا، وحتى كلياتنا حتى الناس تشتغل ساعات طويله وناكل دائما بالمطاعم، واحيانا مشان السرعه بناكل في الفاست فود اللي ما يحوي من دسم وترانس فاتي اسيد، هي مثلا واحدة من الشغلات اللي قلة الحركة والرياضة، لأنه الأكثر كمان ملتهي بعمله أو دراسته أو كذا. التدخين دكتور، والتدخين شائع جدا، وخاصة التدخين الأرجيلي، الناس بيفكروا أنه الشيشة أو الأرجيلة أقل ضررا يعني أو ما بتضر حتى. نعم. حقيقة يقال أنه هي بتضر، وإذا كان التدخين مثلا انتحار من الطابق 20 هي انتحار من الطابق 16 أكيد. نعم. بتأدي بالنهاية بتأدي للمشاكل. المثال عجبه لزميلنا نمر، عجبه المثال بس هو ما بيدخن، لكن نعم طبعا تدخين نقول قاتل، نتمنى جميعا أن نتخلص من هذه العادة الضارة بصحة الفرد والمجتمع. وإذا مذكر بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت حملة خلال هذا الشهر الفضيل، ولديها عيادة متنقلة لمكافحة التبغ لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التبغ أو التدخين بشكل عام بكافة أصنافه. أيضا الهيئات الصحية، كافة الهيئات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك عيادات متخصصة تقدم مثل هذه الخدمات، خدمات الدعم والاستشارة النفسية وأيضا الصحية والجسدية، وهناك برامج وأدوية تساعد على التخلص من هذه العادة. كل الشكر للدكتور محمد العسمي، استشاري أمراض القلب والقصر القلبية بالمستشفى العربي الأوروبي في الشارقة. دكتور محمد شكرا جزيلا لك. الله يسلمك يا رب. شكرا.